عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا مساء أمس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد صباح رئيس مجلس الوزراء. وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر لمحمد صباح بما يلي: ضمن إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لدراسة القضايا والمشاريع الهامة واستكمالا للاجتماعات التشاورية التي تعقدها الحكومة لمعالجة التداعيات الاقتصادية، فقد استكمل مجلس الوزراء مناقشة الآلية المناسبة لوضع المشروعات التنموية الكبرى حيز التنفيذ تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء، وذلك بما يؤدي إلى دعم الاقتصاد الوطني تلبية احتياجات التنمية الشاملة. وبهذا الصدد عرض وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر لمحمد الصباح على مجلس الوزراء خريطة طريق مقترحة لسرعة تنفيذ ومتابعة بعض المشروعات مثل مشاريع الطاقة المتجددة ومشروع استثمار جزيرة فيلك والوقود البيئي وتجميل مدينة الكويت ومشاريع وزارة الصحة ومشروعات مطار الكويت الدولي وغيرها، وذلك من خلال تحديد المشروعات والإجراءات المطلوبة البدء في تنفيذها وفق الآتي: أولاً، مشاريع إجراءات قصيرة المدى تنجز خلال أشهر الصيف الحالي وعددها 9 مشروعات. ثانياً، مشاريع وإجراءات متوسطة المدى وعددها 5 مشروعات. ثالثاً، مشاريع طويلة المدى وعددها 4 مشروعات. وقرر مجلس الوزراء تكليف الوزراء المعنيين بالعمل على سرعة تنفيذ تلك المشاريع وقيام اللجان الوزارية المعنية بمتابعتها. كما قرر المجلس الاستعانة بالمستشارين والفنيين وفئات المجتمع المدني للاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم لسرعة تنفيذ تلك المشاريع، على أن تكون الأولوية للمشاريع التي يكون تمويل إنشائها تمويلا ذاتيا وتدر عائدا على الدولة.